تعمل ايه لو انت نايم في امان الله وتصحى مرة واحدة وتلاقي كيان بيتحرك فوقيك وبيبص لك؟ احداث قصتنا النهاردة حصلت في اواخر القرن ال19 في فندق شهير في الاسكا، ولحد دلوقتي الناس بتتكلم عنها. تعالوا مع بعض نعرف ايه القصة دي. بس قبل ما نبدأ حكايتنا، لو انت اول مرة تشوفنا انزل اشترك في القناة بسرعة وفعل الجرس عشان توصلك حكاياتنا الجديدة أول بأول. يلا نبدأ قصتنا. القصة بدأت سنة 1896 في مقاطعة يوكون في ألاسكا، وبالتحديد في مدينة اسمها سكاجوي، وقت ظهور ما يسمى بحمى الذهب، وده كان نتيجة اكتشاف كميات مهولة من معدن الذهب هناك، وبالتالي توافد ما يقارب 100,000 منقب عن الذهب في المنطقة هناك. ومدينة سكاجوي كانت بمثابة نقطة عبور المنقبين دول لحقولهم ومناجم الذهب، لدرجة إن عدد سكان المدينة زاد ل10,000 نسمة بعد ما كانوا 700 بس في خلال سنة، وسجلت أعلى مدينة من حيث الكثافة السكانية وقتها. بس عدد سكان المدينة انخفض بعد كده في ظل انتشار الفساد والخارجين عن القانون والأمراض، وفي ظل الانفجار السكاني اللي حصل، وبالتحديد سنة 1898 اتبنى أشهر فندق في ألاسكا، ده جولدن نورث، وكان بيخدم حوالي 1,000 منقب على مدار أسبوعي. وكان من المنقبين دول واحد اسمه آيك، واللي كان بصحبة خطيبته ماري، وقرروا انهم يقعدوا في الفندق ده فترة التنقيب عن الذهب. وفي يوم ودع آيك ماري عشان ينطلق لحقول الذهب، واللي كانت بتبعد 500 ميل، على امل انه يرجع لها بحلم حياتهم ويتجوزوا. بس للأسف آيك مرجعش تاني، وفضلت ماري مستنياه على امل انه يرجع بس من غير فايدة. قررت ميري تحبس نفسها في الأوضة واللي كانت رقم 23 لحد ما خطيبها يرجع. وفي يوم من الأيام العاملين في الفندق قرروا أنهم يكسروا عليها الباب، ولقوها ميتة في فستان الفرح. ناس قالت أن سبب الوفاة كان التهاب رئوي حاد، وناس تانية قالت أنها كانت عاملة إضراب عن الأكل لحد ما ماتت. لحد هنا وكل حاجة طبيعية. الجانب الغريب بقى من القصة أن ناس كتير بتقول أن شبح ماري لسه موجود في الفندق وبيتجول في نص الليل، وبتقعد تبص على النزلاء وهم نايمين، وبتدور على خطيبها من وسطهم. كتير وصفوا ملامح وشها الشاحب، واللي دايما بتقف بتبص من الشباك مستنية حد. وفي ناس قالت انها كانت بتحس بتيارات هوا ساقع في ممرات الفندق، وبتشوف كيان لونه ابيض. بس الاغرب احد النزلاء اكد انه شافها مرة وهي بتطوف فوقهم وهم نايمين وبتدور على خطيبها، وتتأكد أنه مش بيخونها مع واحدة تانية. قصص الشبح ده شغلت الناس لحد النهاردة، لحد ما اتشهرت بكلمة سكيري ميري. بس كده، تفتكروا الشبح ده حقيقي وموجود هناك، ولا الناس كان بيتهيأ لها كده بس؟ معقول كلهم بيتهيأ لهم بنفس الوصف والملامح؟ لو عجبتكم حكايتنا ياريت تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم، وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتس، وقولوا لنا كمان تحبوا نحكي عن إيه في الحلقات الجاية. نشوفكم في حلقة جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.